رسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الأستاذ حسين القحطاني. أستاذ حسين، إن شاء الله نتوقع الأمطار في الأيام القادمة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بمشيئة الله، التوقعات تشير إلى فرصة هطول الأمطار يوم غد، بداية من مرتفعات عسير وجازان امتدادا للباحة، وحتى أيضا مرتفعات منطقة مكة المكرمة، تشمل في الساعات المتأخرة من يوم غد إن شاء الله مرتفعات المدينة المنورة، أيضا حائل المناطق الشمالية للمنطقة الشرقية بإذن الله. يستمر هذه الحالة معنا حتى يوم الاثنين المقبل، حالة عدم الاستقرار، تقلبات متسارعة، تذبذب في درجات الحرارة والرياح النشطة المثيرة للأتربة التي تساهم في انخفاض مستوى الرؤية بشكل واضح إن شاء الله بإذن الله. ما الذي نتوقع إن شاء الله على المنطقة الوسطى؟ المنطقة الوسطى رياح نشطة مثيرة للأتربة وفرصة لهطول أمطار من خفيفة، قد تكون خفيفة إن شاء الله بإذن الله. وبقية المناطق؟ من متوسطة إلى غزيرة. هل التقرير الذي تصدرونه هو بشكل يومي أم حسب قراءة الحالة للطقس؟ نعم، حقيقة الهيئة تتابع الحالة على مدى 24 ساعة من خلال النظام الآلي للإنذار المبكر. هذا النظام يعطي تنبيهات وتحذيرات على مدى 24 ساعة بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة التي تتعامل ميدانيا مع الظواهر الجوية. والهيئة نبهت بشكل واضح أن أجواء المملكة ستظل متقلبة وغير مستقرة خلال هذه المرحلة الانتقالية اللي هي استعدادا لدخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة بشكل نسبي إن شاء الله بإذن الله. المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة كان معنا من جدة حسين القحطاني، شكرا لك.